سمين عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي جمعنا على كلمة الإسلام، الحمد لله الذي جمعنا على كلمة التوحيد. نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كان يقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. نسأل الله عز وجل أن يجمع أرواحنا عنده في مستقر رحمته، كما جمع أجسادنا عندنا في هذه البلاد وفي هذا البيت المبارك عند أخينا الحج إياد محفوظ ووالده الكريم، كما جمعنا هنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله تعالى. أرحب بكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا كما ألف بين قلوبنا هنا إن شاء الله، أن يؤلف بين قلوبنا عند رسوله الكريم. وأرحب بالجميع بدون ذكر أسماء. طبعا هؤلاء الإخوان جميعا كانوا معنا في رحلة العمرة، والحقيقة أنهم كانوا خيرة الناس كما انتقيناهم هنا، أيضا سيكونون بإذن الله تعالى في كل رحلة وفي كل مشوار نقوم به بإذنه سبحانه وتعالى. أرحب بكم جميعا من عند أصغر واحد، من أكبر واحد إلى أصغر واحد، وكلكم كبار إن شاء الله تعالى. أرحب بكم جميعا في بيت أخينا ونقول لكم: جئتم أهلا ووطئتم سهلا. والآن هي طبعا يأكلون الكنافة على شرفكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يطعمنا من طعام أهل الجنة. فأهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا ما أحلى الليالي في
هو روح للمسعى هو انا قصدي اسعى
على عيني يا ذا المكية ورحب الأزحار لقبر المختار كثير الأنوار جميل النية يا ذا المكية الله مدح محمد عزيز عليا وقل يا هادي فؤاد صادي وحبك زادي زادي فاشفع إلي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا مقام إبراهيم محل التعظيم وأدعو ربي الكريم ينظر إلينا يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا محمد له شان ونور قد بان أتى بالقرآن يهدي البرية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا قصدي أزوره وشاهد نوره فاحت عطوره مسك وردية يا ذا المكية هدي في الآخر يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب ومعي بالآب شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين
Oh,
كثير. لكنت في الحال إلى الحجاز أطير. ويقيني بأحمد رسول الله جبر كسري، فكل كسر بأحمد مجبور. فوق المنابر يا بلابل رددي، فوق المآذن يا بلابل رددي، في مولد الذكرى وذكرى المولد. يا أيها الدنيا أصيخي واشهدي، أن بغير محمد يا عيني لا نقتدي. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. اللهم I'm sorry.
صلي على محمد يا ربي صلي. صلاة النبي يا اخوان يلا. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. الكعبة قلبي هاويها من الأنوار اللي فيها كم مؤمن بها وغسف ترك الدنيا وما فيها. Yeah.
في أول الليل مدحت يا نبي محلا أحلى من الشهد وأحلى من عسل نحلى فريت كتير تني ألاقي أحلى إلا الصلاة على النبي والفاتحة لجلا اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية واغفر لنا يا مولانا ذنوبنا والآثام بينا مبارك ان شاء الله تقبل الله خير بارك الله فيكم واهلا وسهلا بالجميع طبعا بنحييكم احنا فرقه الجنان لاحياء التراث واحياء ايضا المناسبات السعيده والطيبه واحياء الموالد باذن الله تعالى يعني هذه الجلسه الطيبه يا منير الله يهديك كانت من خلال فرقه الجنان فرقه الجنان هي فرقه يعني موجوده في هذا البلد باذن الله تعالى تحيي جميع الافراح والمناسبات والموالد وايضا الحجاج والمناسبات السعيدة مثل هذه المناسبة حياكم الله وأهلا وسهلا بكم والله يسعد مساكم جميعا إن شاء الله رب يجمعنا دائما وإياكم على الذكر الطيب وعلى ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد الطاهرة وأيضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة جزاكم الله خير الكلام لسيد الشيخ بارك الله فيك احنا على كل حال بدنا نتشكر لإخواننا جميعا على الوجوه الطيبة اللي حضرت في هذه الأمسية الطيبة بنقولكم الله يمسيكم بالخير الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم نتشكر طبعا لأخونا الحج أبو هاني وابنه الحج إياد محفوظ نتشكر له على أنه استضافنا في بيته الطيب والعامر ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنا يعني نقوم بالشكر الجزيل لأخونا المصور الكريم طبعا ليزر ساوند أخونا السيد أشرف سيد أحمد وللإخوان جميعا وبدنا نقول لكم يا اخوان انه هذا يعني للامانه الماديه بدنا نقول لكم اخر شيء من صندوق الباص الحلو اللي اكلتوه وطبعا اخونا وزير الماليه اطلعني على هذا الامر ومزعنا الورقه تبعته وقلنا له مسامحينك في اللي راح طبعا ما خدش سوى طبعا بالعكس دفع من جيب قد ايه ضايل بالعكس دفع من جيب خليته عندنا يا اخوان فاحنا بدنا نقول واصل الله يجزيكم خير اسمعوا الله يجزيكم خير كلنا بدنا ندعي بس ابو يعوب اسمع ابو يعوب بدنا ندعي يا اخوان كلياتنا لاخونا ابو معتز بده يسافر بعد الاسبوع الجاي الله يسهل ان شاء الله بدنا نقول له ان شاء الله بتروح وترجع بالسلامه وان شاء الله انه احنا بنجتمع برضو عند اي واحد فيكم بحب يعمل الله قاعده زي هذه برضو احنا مستعدين نلبي طلبه عشان الوجوه الطيبه كلنا نجتمع مع بعضنا ان شاء الله بنقول نسال الله تبارك وتعالى أن يجمعنا عند حوضه صلى الله عليه وسلم نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين المؤمنين المتقين الأخيار آمين اللهم اغفر لنا يا غفور آمين ارحمنا يا رحيم آمين تجاوز يا ربي عن سيئاتنا آمين تقبل يا ربي عمرتنا آمين تقبل عباداتنا آمين صلواتنا آمين عباداتنا آمين صيامنا آمين دعاءنا آمين قيامنا آمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المسلمين المؤمنين المتقين الأخيار ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يحفظ بيته المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وانشرنا في زمرة سيد الأنبياء اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولإخواننا ولأزواجنا ولذرياتنا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لأهل هذا الحي اغفر يا رب لأهل هذا البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ رجالهم وأبنائهم ونساءهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه اللهم يا ربنا سد ديننا وفرج كربتنا وحل عقدتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا ربي في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لكل المسلمين يا رب العالمين، المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك إله سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. بارك الله فيكم جميعا وخطواتكم التي كانت إلى بيت الله الحرام، وتقبل الله لكم خاتمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عندكم. ولكن لي رجاء من الإخوة المعتمرين، وقد عرفنا هذه السنة سنة العمرة والذهاب والوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعاهد في مسجد رسول الله، ثم الطواف في بيت الله الحرام والسعي. نعاهد أنفسنا يا إخوة أن نلتزم بالأحكام الشرعية المفروضة علينا، وأن نكون عنصر فعال في مجتمعنا، وأن لا نكون من أهل الدخان. أنا أخص بالإخوة المعتمرين الذين عرفوا القبلة، عرفوا بيت الله، أن ينزعوا عن هذه العادة السيئة. ونسأل الله أن يتقبلنا وإياكم جميعا. اللهم أكيلة الدخان والأكيلة أكيلة قبل الدخان. طيب بارك الله فيكم يا أخوان. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. يلا خذ طريقة.